صحيح يا كابتن، ويمكن زي ما احنا شفنا يا كابتن كريم في ارض الملعب التمسك بالمكسب، الروح المكسب. خليني اقول ان النهارده كان فيه مواجهه من نوع اخر كانت موجوده ما بين الهيد كوتشز كابتن احمد مرعي ومستر اجوستي، اتقابلوا السنه دي قصاد بعض 6 مرات، 3 تفوق فيهم الكابتن مرعي و3 تفوق فيهم مستر اجوستي، ولكن الثلاثه اللي تفوق فيهم مستر اجوستي كانت ب3 بطولات يا كابتن كريم. بص يا كابتن هيثم، كلام حضرتك مظبوط. يعني اولا هارد لك لنادي الاتحاد وجمهور نادي الاتحاد، كل الاحترام والتقدير. بالنسبه للنادي الاهلي، دايما البطولات بنفتكرها بمواقف، والمواقف دي دايما بتتسم، يا اما موقف فدائي، لعيب احيا كوره ميته، لعيب راح على كوره كنا كلنا فاقدين فيها الامل، وهو ده اللي عمله النهارده ايهاب امين. البطوله النهارده دي بطوله الريباوند اللي جابه ايهاب امين. صحيح. تمام. النهارده يعتبر ماتش تاريخي للنادي الاهلي، عدى بكل الحاجات اللي ممكن يعدي بيها. أيوة. كان كسبان، كان خسران، الفرقه اللي قدامه طلع عليه، اتعادل، كسب، خسر، وفي الاخر وصل للبطوله. نعم. تمام. فالنهارده نموذج للنادي الاهلي، ماتش تاريخي. نتمنى، يعني كنا نتمنى نشوف ده من زمان. بالظبط. الحمد لله شفناه، وده خلاص هم وصلوا للمستوى ده. طيب. ده الستاندرد، ما ينفعش بقى ننزل عنه ان شاء الله. صحيح. والف مبروك، وجمهور النادي الاهلي يستحقوا ان هم يبقوا فرحانين النهارده، لان فعلا احنا بنلعب الرياضه عشان خاطر الجمهور يبقى مبسوط. صحيح. صحيح يا كابتن.